نمرة اتنين، إن إنكار الصليب هو إنكار لخطة الله لخلاص البشرية. وإنكار الصليب مفيش حد وراه غير عدو الصليب. من هو عدو الصليب؟ الشيطان. أي فكر، أي تعليم ضد الصليب وضد الصلب وينكر الصلب هو تعليم شيطاني، وده بيرجع لكلمة الله. كلمة الله لما بطرس حب يوقف الرب يسوع، قال له حاشاك يا رب تروح الصليب، قال له اذهب عني يا شيطان. هنا ما فيهاش حساسية، لا هو تعليم شيطاني. تعليم شيطان هو الذي ينكر الصليب. وفي المسيحية الصلب أولا، ثم الموت، ثم الدفن، ثم القيامة. لكن للأسف إخواتنا المسلمين بالذات مكتوب عندهم لم يقتلوا، لا قتلوه ولم يصلبوه، بل شبه لهم. فهنا العملية عكسية. يعني ليه؟ لأنه العادة في العرب كانوا بيقتلوا الناس وبعدين يصلبوهم، يمثلوا بأجسادهم. لكن هنا قصة الصلب، قصة الفداء، هو يتم الصلب، وعلى الصليب يتم موت الضحية المصلوبة. وده اتحقق في شخص الرب يسوع. مش العكس، مش الأول موتوه بعدين صلبوه. فدي حقيقة برضو. الحاجات دي مهمة ليه أخي نزار؟ عشان لما ندخل بقى نتكلم على إيه هو الغفران وهي المصالحة وإيه اللي اتعمل نتيجة لذلك، يكون الأمور واضحة بالنسبة لنا.